نقول نكلموا المباراة يعني الوقت اللي راه باقي، حذاري من المنتخب الغاني من الكرات المرتدة، حذاري من الكرات المرتدة فقط، خاطرهم يحوسوا يلعبوا الكرات المرتدة. شو كيفاش راهم مولين يعني، وين نقولوا باللي المنتخب المغربي ولا المنتخب المصري وراه يعني راه في القمة تاعه يعني، وراه كاظمهم مليح، لكن حذاري من المنتخب. شو كيفاش راهم يلعبوا، واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة الراوند كاش لنا بيناتي كاش لنا عرفتو غانا والله لو يلعبو لي كونتر على بالك، حذاري من غانا صعاب هو دقايق طوالة يلعبو لي كونتر. انا عقلنا عليها دمي الكاس مي حشاوها لنا دوزيام مات، طايحين عليهم طايحين عليهم، لعبوا لنا كونتر خاطرهم يلعبو الراوند بزاف، هم يلعبو بخمسة الراوند، هم يلعبو الكرة المرتدة. ان شاء الله بربي بالك نربحو، بالك نربحو، بالك نربحو، ان شاء الله بالك نربحو، على ربي نربحو. بارطاجو عطونا لي جيم، بارطاجو عطونا لي جيم. ايا طلع الزبل، طلع الزبل، طلع الزبل. البنت الثاني اللي تمركا، البنت الزوج اللي تمركا على مصمية والله. يا ربي تربح مصر. رامي يلعبوا على المرتدات، رامي يلعبوا على المرتدات، هذه هي مباراة صعبة، مباراة صعبة. ها الجروب الصعيب هذا، جروب صعيب، جروب دون اورو تاعك هرا يا ولدي، راه معاك الرب. ادخل طايحين عليهم صعب سياسه المرتد، روتا عاودوا لي ها المرتدات، ها المرتدات كي صعبهم، ها شو 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 المرتدات تاعهم صعب 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 على حاله. هيا روح ودي صاحي، هيا امام عاشور بالك على ربي راح تقطع. انا وعيت يا ولد عمي، هم باغيني مركو، راهم حاسين مصاروا بلي، حاسين بلي مركو. راح صح امام عاشور لحاله 100 فوت، 100 فوت لحاله. راح 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 الكلام اللي بيتعمل ده كانش موجود الشوط الاول. شوف رون فيتوريا اللي استطاع منتخب باتزو تاني انه ينجح في العوده للمباراه مرتين في اللقاء يعني. مصطفى فتحي عدى حلو قوي، بص اللمه يا واد يا ولد ده مصطفى لعيب، مصطفى فتحي لعيب لعيب موهوب وعنده امكانيات هيا بالله عليه بالله عليه بالله عليه. واعتقد هي بالضغط العصبي اللي كان عندك من محمد صلاح، لكن هو قادر ان شاء الله على العوده. ادي امام هنا بوكاري، محمد حمدي بوكاري، خطير بوكاري، عرضيه خطره طلع اسمك هاك اخويا مليح مليح بالمستوى المعتاد. هيا هيا تشاك هيا حط يؤدي بشكل مميز. عمر مرموش واحد من نجوم المباراه طبعا، عمر مرموش النهارده ومره ثانيه التمريره يا ولد يا امام بشكل مميز قوي. والله يا فيكتوريا لا لا اونترينر كبيره، والله لا اعطي نفسي. مرموش
راودي بعيد الكلام. يا كان معاك يا صاحبي، كان معاك، كان معاك، كان معاك والله، كان معاك يا صاحبي، كان معاك. قاطع ياو والله ما نشوف مليحة من الوقت. شو لي زونترينير كي ملاح، شو لي زونترينير كي ملاح، لي زونترينير دخل لك، خرج لك النني دخل لك تريزيكي، قلب كلش تريزيكي، قلب كلش، قلب كلش والله، لا قلب كلش. لي زونترينير يخدموا بلسان هما، دخل لك لعاب قلب كلش. ما كاش يدور مليح، خلت تريزيكي يقلب كلش. يدخل مروان عطية أول مباراة لي في أمم أفريقيا، عندنا من اللاعبين الجدد اللي بيتواجد في أمم أفريقيا لأول مرة، أول مرة النهاردة فتح الأول مرة في أمم أفريقيا، وأيضا بيظهر كان محمد حمدي في المباراة الماضية، ويظهر النهاردة مروان عطية، وكان محمد حمدي. أصحابه يلبوا الرول، يلبوا الرول بعد يطلعوا لي كونتر أتاك. خلش يديرو تري هاكا تاعك، مليحة 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 الشناوي، كاين كورنر معليش، بارتيا كي دايرة بويا، واحد 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 الافريقيه اللي شارك فيها اخيرا المنتخب المصري بقى في 2017 و19 بعد ما غاب في 2013. هيا الشناوي، هيا معليش المد زاوج مشي تاعك والله ما تاعك كاع والله. 24 مشاركه على طول جوردن ايو، كره عرضيه خطره، طلع طلع زبل، طلع طلع طلع، ما تخليش ما تخليش ما تخليش ما تخلي هاكا هاكا مع كورنيل. لا والله لا شيء. صعيبة صعيبة صعيبة. اوه باغي يربحوا، غانا باغية تربح. دخل تريزيكي يقلب كلش، كان لا غير لا والو، رجاله رجاله اللي تخدم معاه اي تاعك، اي هذا هو، هذا بنت عنده مهام وعنده ادوار يتفوق فيها على النجم، يتفوق فيها على مستوى الادوار
بعيدة 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 بعيدة. والله لا هو مصر بدون نجوم واقفة، بدون نجوم واقفة، لا عندها كورتين مليح، دخل تريزيجي، خرج النيني، أنت تخرج النيني، خرج النيني، دخل تريزيجي. أولاً ثم تقدم غانا ثم عودة مرة ثانية في محاولة الحفاظ على هذه النتيجة في مباراة صعبة أمام المنتخب الغاني، الحقيقة يعني عنده بالمهارات المميزة لكن على المستوى واو. عندهم نقص، عندهم نقص، سايب عليهم. ما تنساوش عطونا جيم كومنتير وبارطاجونا لي فيديو تاعنا، وان شاء الله دائما معكم بجديد، واللي مشي ابوني ابوني معنا، وربي يحفظكم ويحفظنا ان شاء الله. صحيتو.